وجه احترام ان الله عز وجل يكرم من يفد عليه في هذا البيت. يعني قطعا انا الان لما اطب لي الى بيت واحد عادي يكرمني، يطعمني، يشقيني، يرحب بي، انا لما اروح في كنف الله، في رحاب الله، فيقتضي ان اكون موضع احترام، موضع تقدير. وهذا الذي ينبغي ان يكون عليه الحال، يعني هذا اللي نطمع أن يكون هؤلاء اللي يتولون أمر البيت، يعني ممن نسميهم الوعاظ أو حملة الفكر أو حملة رسالة البيت، هذا يكون لما يصعد بالموسم، هالموسم الضخم والمسلمين جايين من بقاع إلى أرض، من شتى، من شرق الأرض وغربها، ينبغي أن يكون عند المسلم موضع تكريم، موضع تقدير، مو رأسا إذا راد المسلم يمارس شعيرة من الشعائر بالصورة المشروعة، لكن مو مشروعة في نظره، مو هينا. يعني المسألة احنا كنا نترك مساحة للحرية للآخرين، مو اللي أشوفه أنا هو الصواب واللي يشوفه غيري هو الباطل، لا، قد يكون بالعكس. أنت أعطي مجال، مثل ما أنت إلك حق بأن تفكر، الآخرين إلهم حق بأن يفكرون. أنا لما أجي وأنحني على البيت، على الحجر المقدس، وأريد ألمس الحجر وأقبله، أنا مو جاي من فراغ، لا، جاي من دليل. وأنا مو إنسان جاهل ما عقل أي طرفي، لا، أنا إنسان ماخذ هاي ممارساتي ماخذها عن دليل، عن وعي، ماخذها عن علم. مو رأسا أنت تطيني هالوشام هذا مشرك، ها؟ لا، مو الشكل، مو سهل هاي، ولا سهل انت للمسلم تجي تهين لوين هذا جاي الى هنا، جاي يريد يرجو الله عز وجل، جاي الى رحاب الله، جاي الى بيت الله تبارك. حتى لو فرضنا عند خطأ بدليله، انت بوسعك انا تقول له اقعد استريح وتخلص، ويصعد الخطيب ويبدأ يشرد الادلة. شنو هي الادلة اللي تجعل هالعمل هذا مو مقبول؟ اشرح لي اياها. انا قد يكون انا ضال واريد اهتدي. فالمسألة ينبغي ان يكون الانسان، لان الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني ادم، والرسول صلى الله عليه وآله يجي الى ما هو اخص من بني ادم المسلم، يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ها، اذا انا عرضي حرام عليك انت كمسلم، رأسا تنعتني بالفاظ نابية يا اباه الاسلام؟ ليش؟ المفروض البيت لازم يغدق علي من حرمته، البيت هو محترم واللي يدخلون الى محترمين، وانا قاصد بيت الله، انا جاي لهالبيت. ها؟